كان من أهل الصلاح والإصلاح فإنه يؤتى كتابه بيمينه فيرى ما فيه فيستبشر ويفرح وينقلب إلى أهله مسرورا وهو يقول: ها أم اقرأوا كتابيه، ها أم اقرأوا كتابيه. أما من كان من أهل الإجرام فإنه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، فإذا رأى ما فيه أشفق مما فيه وقال: يا ويلتا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجد ما عمل حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، بل هو سبحانه الحكم العدل الذي يؤتيه الله عز وجل كتابه من وراء ظهره بشماله، يقول: يا ويلتا، ليتني لم أدري، لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. يتمنى لو كان مثل الأنعام يوم القيامة يقتص لها من بعضها ثم تصبح ترابا. هناك أيها الإخوة، هناك الجزاء على ما قدمنا في هذه الدنيا، فالدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني، فيقول: يا ليتني، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية.